السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله بغيت نحضر معكم فطائر سائلة في المقلاة، كيجيو خفاف وهشاش وسهلين بزاف التحضير، يعني ما كياخدوش معنا وقت كتير، يمكننا نحضروهم للكوتي أو الفطور. خليكم معي تشوفوا الفيديو حتى الأخير، وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا نخليكم على لائحه المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله لهذا الفطائر غادي نحتاجوا جوج الكؤوس ديال الدقيق الفينو اللي يمكننا نعوضوه بسميده رقيقه، يعني سميده ديال البسبوسه، كاس ديال الماء الدافئ، كاس ديال الحليب الدافئ، عندي هنا واحد الملعقه ديال البافو يمكننا نعوضوها بزنجلان او باي مكسرات عندنا، ملعقه ديال الخميره الفوريه او خميره العجينه، ملعقه صغيره ديال الملح، عندي هنا ملعقه كبيره مسكر الخشن او سنيده، عندي كيس من الفاني وواحد البيضه بدرجه حراره المطبخ. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ البيضه ديالي، كما قلنا هنايا ضروري يكون عندنا البيض بدرجه حراره المطبخ باش كينجحوا معنا الفطائر ديالنا. غادي نضيف واحد الملعقه ديال السكر الخشن او سنيده. بالنسبه للسكر الا كتبغيو المذاق ديال الحلاوه يعني يكون كثير في الفطائر يمكن لكم ديروا جوج معالق. ضفت كذلك واحد الكيس من السكر الفاني للتنسيم، يمكن لكم تعوضوه بالقشور ديال الحامضه. وغادي نبدا كنطرب البيض مع داك السكر حتى يتخلط لي مزيان ويذوب لي داك السكر. هنا ما كنحتاجوش للطراب الكهربائي، يعني فقط كنحتاجو الطراب اليدوي، وكنبدا كنطرب مزيان حتى يطلع لي داك البيض مع السكر. غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب الدافئ. هنا عندنا هاد الفطائر كيخمروا شويه يعني كنستعملوا الحليب الدافئ، وكذلك بالنسبه للماء كنستعملوا الماء دافئ. قلنا هنا كاس ديال الحليب. غادي نضيف الملح، الملح كيبقى دائما على حسب الذوق، هنا انا عملت ملعقه صغيره. وغادي نضيف كاس ديال الماء الدافئ، وكذلك ملعقه ديال الخميره الفوريه او الخميره ديال العجينه. كنخلط داك الخميره مزيان حتى تذوب لي في الخليط ديالي، يعني كتذوب بسرعه لان الحليب عندنا ديجا دافي والماء اللي هو دافي. بعد ما كتنسجم لي داك الخميره مع الخليط كنبدا كنضيف الدقيق الفينو، وكما سبق لي وقلت لكم يمكن لكم تعوضوا الفينو بالسميده الرقيقه، سميده ديال الحرشه او سميده ديال البسبوسه. وكنبدا كنخلط مزيان، ضفنا الكاس الاول، غنضيف كذلك الكاس الثاني، ونخلط مزيان حتى ينسجم لي الخليط. هنا كما قلت لكم غنعملوا جوج كيسان ديال الفينو. الا بالكم بلي الخليط ثقيل شويه يمكن لكم تضيفوا الماء الدافئ، كما كتعرفوا يعني كاين دقيق اللي كيشرب بسرعه. هنا انا جوج كيسان جاوني هما هادوك، يعني القياس ديال الخليط جاني هو هذاك. وانتم الا احتاجيتوا الماء يمكن لكم تضيفوه. في الاخير غنضيف واحد الملعقه ديال البافو. كما سبق لي وقلت لكم هنا بالنسبه للمنسم انا اختاريت هنا البافو، يمكن لكم تستعملوا الزنجلان، يمكن لكم تستعملوا الحبه السوداء ولا اي مكسر عندكم، يعني كيبقى اختياري فقط لاضافه واحد الذوق على لواحد المذاق لهذا الفطائر ديالنا، وكذلك في الشكل كيجي زوين. صافي كنخلط العناصر كامله مع بعضها حتى كتنسجم. الخليط ديالي ها هو واجد، غادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح فقط واحد 10 دقائق. هي نحس بالخميره بدات كطلع فيه، صافي وندوز باش نطيبو. هنا للاشاره فقط ان هاد الفطائر ما كنخليهمش يخمروا بزاف، 10 دقائق راه هي كافيه. كما كتشوفوا معايا من بعد ما مرت واحد 10 دقائق الخليط ديالي هو بدا كيخمر وتقريبا ضعف الحجم ديالو. قلنا 10 دقائق فقط راها كافيه. غادي نبدا كنحركو يعني نخلطو مزيان باش نخرج منه داك الهواء اللي تجمع فيه بالطراب اليدوي. نحاول نخلط الخليط ديالي مزيان كما كتشوفوا معايا.
ندوزو على بركه الله نطيبو الفطائر ديالنا. خديت واحد المقيله اللي غادي نطيب فيها، عملتها كتسخن ودهنتها بشويش ديال الزيت. غادي نخلي المقله ديالي حتى تسخن مزيان، عاد نوضع فيها الخليط. كما كتشوفوا معايا كنوضع واحد الكميه ونحاول نقاد العجين ديالي، يعني هاد الفطائر راهم كيطيبوا بسهوله. فاش كتسخن لي المقله كنحاول نهبط يعني للعافيه، نقلل منها على نار هادئه باش ما يتحرقوليش دغيا يعني، ودخل فيهم الطياب تقريبا بحال الطريقه اللي كنا نطيبوا بها البغرير. ملي كنحس بهم طابوا من التحت وتحمروا كنقلب لهم على الجهه الاخرى، نخليهم حتى يتحمروا مزيان، ودائما نرد عليهم البال حقاش ما كياخدوش معنا وقت كتير. صافي ملي كنحس بالفطائر ديالي تحمروا من الجهتين كنحيدهم من المقله، وبنفس الطريقه كنولي ندهن المقله ديالي بشويش ديال الزيت على هذا الشكل، وكنوضع كذلك بنفس الطريقه واحد الكميه ديال الخليط ديالي، وكنعاين عليه حتى يطيب من التحت ويتحمر، وكنقلبهم بنفس الطريقه كنستمر حتى كنكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. هاد الفطائر كما قلت لكم كيوجدوا بسرعه وما كياخذوش معنا وقت كتير، يعني يمكننا نوجدوهم الوقت اللي غنصوبوا فيه واحد الكويس ديال الحليب ولا كويس ديال اتاي. صافي ها هما واجدين. وكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا من بعد ما وجدوا. انا دهنتهم بشويش ديال العسل وزينتهم باللوز افيلين، ثم يمكن لكم تقدموهم هكاك بلا تزيين، ويمكن لكم تدهنوهم كما درت انا بالعسل ولا بالكونفيتور وتزينوهم بطريقه اللي بغيتو. كل سيده على حسب الذوق ديالها وعلى حسب اللي متواجد عندها في البيت. كما شفتوا معايا هاد الفطائر كيجيو زوينين بزاف وساهلين في التحضير وما كياخذوش معنا وقت كتير، يعني 10 دقائق ها هما واجدين. غادي نقطع معكم تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. كما شفتوا معايا هاد الفطائر اللي كيجيو هشاش بزاف وخفافين، هذا هو الشكل ديالهم، وحتى الوليدات غادي يعجبوهم بزاف. يمكن لكم تدهنيهم كذلك بالشوكولا الا كانوا كيبغيو وليداتكم الشكلاط. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، و الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك ومتعليقاتكم الزوينه، و الى كنتو اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا ما بقى لي لا نودعكم، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.